فاتت الرمزية مهمة من جمعية النغمة للفن والتراث الأصيل، وهي تنظم حفل تكريم لأحد أعلام فرقة المشاهب حمادي الغنائية عبد الحق الجوهري بمدينة خريبكة يوم السبت 4 فبراير 2017. الحفل كان مناسبة لجمهور مدينة خريبكة ليعيش لحظات ممتعة رفقة عدد من المجموعات الغنائية الرائدة في هذا النوع الغواني، حيث سافرت به إلى الزمن الجميل من الأغنية المغربية: مجموعة النغمة الفوسفاطية، مجموعة الشفق، مجموعة أريج، ومجموعة المشاهب، إضافة إلى كل من حمزة جينيور من المحمدية وهجر تامود من خريبكة. وأبرزت عدد من الشهادات التي ألقيت في حق المحتفى به من قبل ثلة من الفنانين الذين حضروا هذا الحفل أن بصمة الجوهري واضحة في أداء مجموعة المشاهب والأسلوب الغواني بشكل عام. هذا وقد حضر هذا التكريم أسماء وازنة من أعلام الظاهرة الغوانية، أساتذة ومهتمون وممثلون عن مجموعة من الفرق الغنائية. تعتبر هذه الأمسية التفاتة طيبة بحق الفنان الكبير عبد الحق جوهري في عرس بهيج، نتمنى أن يفتح شهية المهتمين لتنظيم مهرجان الأغنية الغوانية بمدينة خريبكة. Yeah.